إيران تطلق سراح البحار الأمريكيين وتصرح أن عملهم لم يكن عدائياً. الأمم المتحدة توجه نداء لجمع أكثر من 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين. كندا تستقبل اللاجئ السوري رقم 10,000. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. أفاد مراسلنا في طهران أن الحرس الثوري الإيراني أطلق سراح البحار الأمريكيين 10 بعد أن كان قد احتجزهم في وقت سابق. وقال مسؤول في الحرس الثوري في تصريح خاص لمراسلنا أن التحقيق مع البحارة أظهر أن دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية لم يكن عملا عدوانيا. وكان البيت الأبيض صرح في وقت سابق أنه على علم باحتجاز إيران للبحارة 10 وأن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادتهم. وقال مسؤول أمريكي آخر أن إيران أخبرت الولايات المتحدة بأنها ستفرج عن الطاقم على الفور. في خبر آخر، وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 7,700,000,000 دولار أمريكي لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج. وقالت المنظمة في بيان أن هذا المبلغ سيسد حاجة أكثر من 13 مليون سوري داخل البلاد، إضافة إلى نحو 5 ملايين خارج سوريا. وأكد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي أن التركيز هذا العام سيكون على التعليم واحتياجات اللاجئين الأكثر فقرا. استقبلت كندا اللاجئ السوري رقم 10,000 لينضم إلى اللاجئين الذين سبقوه منذ نوفمبر الماضي. وذكر موظفون في إعادة التوطين أن استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين أنجز بسلاسة رغم صعوبة توفير مساكن. وقال رئيس اللجنة المنوطة بالمساعدة في رعاية المهاجرين في تورونتو أن التحدي الأكبر هو إيجاد المساكن، وأضاف أن نحو 40 أسرة تعيش بشكل مؤقت في فندق بالمدينة. وكانت حكومة الليبراليين بقيادة جاستن ترودو قد وعدت باستقبال 25,000 لاجئ سوري في نهاية ديسمبر الماضي، لكنها مددت الإطار الزمني إلى مارس المقبل لدواعي أمنية كما قالت. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد 14 عاماً من فراره. أهلاً بكم من جديد. تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هارباً لمدة 14 عاماً. واعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا الصقلية في نابولي. لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي، وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله. سجلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003، وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاماً. وأفاد مسؤول صحي بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني. وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة، مما يعني أن هناك احتمالاً بتفشي المرض. في الختام تذكير بأهم العناوين. إيران تطلق سراح البحار الأمريكيين وتصرح بأن عملهم لم يكن عدائياً. الأمم المتحدة توجه نداء لجمع أكثر من 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين. كندا تستقبل اللاجئ السوري رقم 10,000. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا
www.focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.